طيب أذهب إلى دكتور إسماعيل الجنابي. دكتور إسماعيل، اليوم هناك يعني كما يبدو صراع كسر عظم. دكتور إسماعيل، اليوم الإطار التنسيقي يحاول كما أشرنا أن يفرض ما يريد من خلال عقد جلسة للبرلمان. جماعة الحلبوسي عم يشتكوا أن هناك ضغوط عليهم لعقد جلسة، ضغوط على الحلبوسي، والإطار الصدري بالتأكيد يرفض هذا المسار، وقد طلب حل البرلمان من المجلس الأعلى للقضاء، لكن واضح أن المجلس الأعلى للقضاء خذله أيضا. إلى أين نسير وفق استمرار هذا الكباش وهذا الصراع الكسر العظم دكتور إسماعيل؟ أحسنت في الوصف سيدي العزيز. كسر العظم، نعم، هم دائما، لأن الصراع بينهم ليس صراعا، صراع الرجال أو ثقافات الرجال الموجودة اليوم، عندما يكون هناك اختلافات في المبادئ والقيم على حساب الثوابت هذا ممكن، ولكن عندما تكون الخلافات على حساب من يقدم الولاء والطاعة للمحتل أو يتغانم أو يتقاسم مغانم العراقيين وثرواتهم وخيراتهم، إذن لماذا نقول أنه اليوم العصي كسرت في دواليب السياسة، في دواليب الطبقة السياسية؟ لأنهم حقيقة لا ينتمون إلى هذا البلد العريق، ولو كانوا عراقيين بمعنى الكلام لما أصبح اليوم، صار 20 سنة من حكمهم. من المفترض اليوم نحن نتحدث عن عراق جديد، مثلما كانت أوروبا التي كانت حقيقة مؤيدة للغزو الأمريكي، سواء سياسيا على مستوى الحكومات، ولكن على مستوى الشعوب لا، هي رافضة حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كسر العصا اليوم أصبح على أوجه، وربما قادم الأيام سيكون أشد وأعمق، لأن المصالح بينهم قد ضربت. كيف يعني أشد وأعنف دكتور إسماعيل؟ أشد وأقسى، لأنهم ستنفلت حقيقة يعني حبات المسبحة ستنفرط، وبانفراطها لماذا لا يتم فرط البرلمان بدل فرط حبات المسبحة في الشارع والذهاب إلى الدم؟ ومن قال لك أني لا أقصد بالطبقة السياسية بفرط حبات المسبحة؟ أنا أقصد عندما يعني تنقطع هذه المسبحة وينفرط عقدها فهو نهاية هذه الطبقة السياسية. ومثل ما قال الأخ قصي بمشاركة القصيرة، قال أننا سنشهد حقيقة ربما وجود أو ظهور يعني حشود جماهيرية ربما ستكون في نفس التوقيت التي تدفع بالقوى السياسية للتناحر فيما بينها. اليوم إذن العملية السياسية قد مثلما ولدت ميتة انتهت حقيقة، وأطلقت عليها رصاصة الرحمة، لأن لا المحتل الشرقي يستطيع أن يدير حقيقة هذا الصراع المحتدم بينهم، لأنهم يعلمون جيدا سيد العزيز أن الصراع بينهم صراع من أجل البقاء. ولهذا تجد في مصطلحك أن عصي السياسة قد تحطمت أو كسرت حقيقة، هو هذا الوصف الدقيق، لأنهم أصبحوا اليوم يعني حقيقة يترنحون نحو نهايتهم ويلفظون أنفاسهم، ولا ينفعهم محتلا شرقيا أم غربيا، لأن المحتل عمر ما يحترم الأذلاء. دكتور إسماعيل، هل أنتم في المجلس الوطني تراهنون على صدام قادم بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري؟ لا يهمنا هذا الصدام بينهم، لأنه صدام مصالح، ولكن يهمنا نحن في المجلس الوطني المعارضة العراقية أنه لا يتوسع هذا الصراع وينتشر يعني حقيقة أيديولوجيا أو فكريا، ويكون الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي. ولهذا نحن حقيقة حتى في مسعانا في استعارة هذا البلد العراق نسعى سلميا، وليس من خلال يعني أدوات الأسلحة، وكذلك بمختلف المسميات الأخرى. نحن مطالبين سلميين، ولكننا قادرون أن نحمل السلاح عندما تقتضي الحاجة، يعني عندما يكون الوقت، عندما دخل المحتل حملنا السلاح، عندما دخل المحتل الأمريكي وغيره حملنا سلاح، ولكن نحن لا نأبه إلى هذا الصراع المصلحي داخل العراق. هل يمكن أن تحملوا السلاح مرة أخرى؟
قادرون، لدينا من الرجال مثل حملناه في أسوأ الاحتمالات ضد المحتل وليس ضد المتصارعين على السلطة. هناك حتى لا يؤخذ كلامي بطريقة وأخرى، نحن نحمل السلاح، حملناه ضد المحتل الأمريكي وقاتلنا المحتل أيضا الشرقي، وقادرون إذا تطلب الأمر عندما ينفرط عقد المسبحة ويكون الشعب العراقي هو الضحية، لا سنقف حقيقة لحماية الشعب العراقي.